السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع البيض اللي نقف على الأشغال تاع خط السكة الحديدية الذي يربط مدينة البيض بمدينة مسيلة، وكذلك هنا نشوف الخط هدايا نتاع البيض إذن مسيلة، وهنا نشوف الأشغال تاع المحطة نتاع السكك الحديدية اللي راهي قيد الأشغال هنا بالمنطقة هذه محطة توسمولين. إذن وهنا نشوف مدينة توسمولين اللي تقع في ولاية البيض، وكذلك سوف تكون لنا صور عن هذه الأشغال التي تقع في ولاية البيض. إذن هنا نشوف المدينة تاع البيض هنايا. إذن هنا نشوف المدينة تاع البيض هنايا، وكذلك عندنا الخط تاع السكة الحديدية هنايا، وكذلك إن شاء الله حد هنا المحطة نتاع السكك الحديدية نتاع مدينة البيض. إذن هذا هو الخط والصور اللي عندنا سوف نشاهدها بعد انتهاء هذا العرض تخص أشغال تاع السكك الحديدية واللي يربط ما بين إذن البيض، يعني الصور تخص الجزء اللي يربط ما بين تسمولين هنا مدينة تسمولين وشاهد الخط هنايا ومدينة البيض على امتداد حوالي على امتداد حوالي 75 كيلومتر. إذن هذا هو وهذا هو الخط اللي قلنا ينتمي إلى خط الهضاب العليا الثاني اللي سوف يربط إذن كما قلنا البيض بالمسيلة مرورا بأفلو وبسعادة وإذن نهاية بالحدود التونسية. أترككم مع الصور نتاع الأشغال هذه والسلام عليكم.